الشلم وربي بكور الطوف ما فوقش هتموت رابي وخوف إرهابي مسكه بالميلو الطوف وملفق لك ميت تهمة لا في الشلم وربي بكور الطوف ما فوقش هتموت حييكم ضيفنا النهارده اعزائي حدوته كبيره قوي. اول واحد يخلي حماده يلعب، كلنا نعرف حماده بيعمل حاجات كتير قوي. انا شخصيا واخد على خاطري منه لانه استولى على فوقش، واللي يجي على فوقش ما يفوقش. طلع معاه في اسماعيليه راح جاي، كان وشه حلو علينا انا وبقيت ابطال الفيلم فناننا الكبير احمد رزق. خش على فوقش. احمد رزق انت منورنا النهارده في اليخت ومنور شرم الشيخ كلها. ربنا يخليكي منوره بيك. قولي بقى يا احمد، انت من اسكندريه ودايما بيقولوا ان الناس اللي هم بيبقوا ساكنين على الساحل او على بحر بيبقى ليهم علاقه مختلفه مع البحر. طبعا ده حقيقي. طول ما انا موجود في اسكندريه فكره اني اطلع اتمشى على البحر دي حاجه ما فيهاش نقاش، يعني اللي هو لازم انزل اتمشى على البحر. مراتي ساحليه من المغرب بس ساحليه من طنجه. فالبحر مأثر في حياتي، مأثر في حياتي البحر جامد يعني. اسكندراني اصيل عائلي جدا، بحب مامته رحمه الله عليها. انت ايه الافكار الفظيعه اللي طلعت منك وانت على البحر؟ كل القرارات المهمه في حياتي معظمها على البحر. كل القرارات قدام البحر، انت بقى في قلب البحر. وريني بقى، وريني القرار بقى اللي هتاخده. تك يور ديسيجن. فحماده هيلعب كان الدور لحد ما كوميدي، وعملت ادوار ثانيه كمان ليها علاقه بالكوميديا. كنت خايف ان انت تتحصر في حته الكوميدي ولا ولا كنت حابب انت؟ لا كنت خايف، وطول الوقت الى الان حريص ان انا ابقى رايح جاي، يعني العب كوميدي شويه وبعدين لا انا همثل، انا ممثل، انا المهنه في الباسبور ممثل. معرفش الناس بتستقبلني فين اكتر. ده قنبلة كوميديا، هو بيحب التمثيل بس لما يروح للكوميديا يبقى كارثه. في اسماعيليه راح جاي المشهد اللي عمله فطس السينما من الضحك. انت في رمضان عامل لنا مسلسل اكسلنت ان شاء الله. وخسيت كتير؟ مش كتير والله، يعني مش كتير، خسيت شويه صغيرين كده. كان ده عشان خاطر الدور. هتنزل خاسس ما تقلقش. كلمنا ايه اللي استفزك في الدور؟ ابعد ما يكون عني، بس هي الناس بتتفرج على المسلسل واكيد مستغربيني شويتين، لكن اتمنى ان انا اقدر اقنعهم انا شرير قوي اصلا. واضح. شو صدقت يعني. لا يعني وشك حتى هقولك، انا حتى اول ما شفتك قلت لك اكتر دور بحبه ليك دكتور حسن في زهر. البراءه، يعني البراءه، البراءه والطيبه والجدعنه. لا انسي بقى الكلام الخاطئ. لا انسي الكلام، ما ياكلش عيش. ده في اليومين دول عايزين بقى ايه، شر شر بقى يعني. لا كفايه شر احمد، اليومين دول مش عايزين شر خالص. انت مصدق ان فؤاد يعمل مقالب؟ ابعد يا شر. طب ايه الشغلانه اللي انت كنت تتمنى ان انت تشتغلها؟ مطرب. ركز عشان ربنا يسترها عليك، يسترها عليك بجد. النهارده اختبار العمر، اختبار العمر. وصلت الطائره، وصلت الطائره. 911
وقف 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 انزل يا شيخ. مسافة الطيران دي غريبة. لسه 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 اول ما النضارة بتاعته تخبط في عجلة الطيارة يعرف انها جاية عشان هو بيلف حوالينا احنا. لا انا حاسة جايبة وزننا في طب تصور ولا مش هتصوره بقى؟ يا دي طيارة حربية. انا خرم التقييم هلست بعنكار اكسب واخرب. انا خرم الخليم يستميش فكوة. في ايه؟ احمد شايف يا رجاله من اول طريقتين هي إيه حماده توقف عن اللعب ولا ايه؟ تسليح بنا طارق. طالعين على المرمى. في ايه؟ في ايه؟ مشكوك. ايه ده؟ We don't understand you. We don't understand احنا هنا ايه المشكله؟ الحدود الاقليميه. تجاوزت من الحدود الاقليميه لاسرائيل. انتوا شعب باسرائيل اسرائيليه؟ ايه هيك الحدود الاسرائيليه. ايه ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ تفتيش ومانع لتحقيق على المعسكر الاسرائيلي. تحقيق؟ ايه شو شعب كلهم؟ ومن شي اخشاب لو يدمشي بمايم توغ طالب شي مدينه اسرائيل. انتم اخشاب ولخيم لا بخليك نشتخكو شعب تتوقع الكل. مثل ما قلت لكم بتروح مثل ما قلت لك بتروح المعسكر الاسرائيلي للتحقيق. معسكر فتشنا معاك. طيب يا حقق هنا لو عايز. شو شلون يعني؟ انت رايح بمدينة اسرائيل. حقق معاك. شلون بحقق معاك؟ شو الكاميرات؟ شو انت؟ حضرتك احنا بنعمل حاجات. يلا. ما تشتمش. احترم نفسك ونتكلم بأدب، نتكلم بأدب. انا شو بدكم مصريين يلا. مصريين فوق راسك وفوق دماغك وفوق اهلك كمان. يا حيوان. مش عربي انت عربي ولا مش عربي؟ ايه عربي. طب بتقول ايه؟ انا اسرائيلي عربي. شو بدك؟ ايه اللي شو بدك؟ بتغلط في ايه؟ لا شوف مصريين شو شعب كلهم. أبدع ناس مصريين. على دماغك. على دماغك انت. لا شو خرا. يلا قوم. يلا. يلا قومي يلا. يا بتلمس. يلا. إياك تلمس. يلا قومي. أقوم فين؟ قومي يلا. اشرح لي في إيه؟ بس عليك. مش عربي؟ إيه عربي؟ بالهداوة. بالهداوة إيه؟ بحكي معكم يلا. طب يلا. يلا. يلا ما Yeah.
لو حرب مش هتبقوا بالرجولة دي قوي يعني. طيارة فوقي دلوقتي بتوتره زيادة، شغل على ما بيضه. نبدا يوم يا خمسة. ايه ما تلمسنيش، ما تلمسنيش. بص بس لا 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 انا معاك اهو، مش عايز بقى ابدا. ايه؟ لا مش عارف انت بتقول ايه، بس ما تلمسهاش. ما تلمسهاش. ايه يا جماعه؟ ايه ده بقى؟ احنا ربي اني مسؤول دلوقتي. ربي اني مسؤول احمد مش عايز يتغمى. احمد كده احنا مع بعض في ايه؟ موفرين ليه كده؟ حد معاه سلاح يعني فينا؟ اهدوا شويه كده، اهدوا شويه. استخدموا الرجوله في اماكن غلط، استخدموا الرجوله في اماكن غلط. طب بقى لوش الخبيب انت، كل يا خبيب خبيب بتاع ماما. عارف ماما؟ تحس انه داخل ايه؟ فاكر نفسه داخل اسمه ولا ايه؟ احمد لسه مش مستوعب، هيستوعب دلوقتي حالا، هيستوعب. انت بتتكلم عربي؟ ايه بحكي عربي؟ حاطط ايده في جيبه، حاطط ايده في جيبه، حاطط ايده في جيبه. خليكم شاهدين عشان تعرفوا بيستاهل اللي بيحصل ده. ما بنعرف شلون يا مطلع. كيف ما بنعرف كيف؟ ايه اللي كيف؟ ايه ما بدك ياخد في يعني في حدود باينه في البحر يعني عشان نعرف؟ شلون ما بدكم بوصله؟ ايه؟ ما بتعرف شو كانت البوصله هيك شيء؟ لا مش انا اللي كنت سايق. هو اكيد مازن بن عين. بتقول ايه؟ مازن بن عين. شو اسمك؟ شايف فكر. شو اسمك؟ شو الاسم؟ أنت كلم، شو اسمك؟ شو اسمك؟ أنت بتكلمني أنا؟ نعم. اسمي أحمد. أحمد إيه؟ أحمد رزق. ماذا تعمل أحمد؟ إيه؟ ماذا تعمل؟ ممثل، أكتر. أنت بتكلم عربي كويس؟ أنا أكلمك عربي. ممثل. لماذا جئت إلى حدود إسرائيل؟ لا أنا ما لو أعرف إنها حدود إسرائيل طبعاً ما كنتش جيت ولا هوبت ناحيتها، عشان إحنا بنكره إسرائيل أصلاً لو أنت عارف يعني. تكره إسرائيل؟ إيه؟ تكره إسرائيل؟ مش أنا بس. لماذا تكرهون إسرائيل؟ إيه؟ لماذا تكرهون إسرائيل؟ تعالى بقى وريني نفسك عشان نقعد نتكلم. طالما انت بتتكلم عربي تعالى عشان اقول لك في قدامك كده. تأدب، تأدب في الكلام. ايه؟ تأدب. انت لا انا مؤدب على فكره. انا مؤدب. ستؤدب. انا مؤدب. انا عارف ستؤدب. انا ستؤدب. ستؤدب.
عايز تسأل في ايه؟ ماذا كنتوا تصورون؟ تصورون اماكن عسكرية اسرائيلية؟ لا ما كناش نعرف. الكاميرا بيها اماكن عسكرية. انت عايز تسأل في حاجة تانية اسأل، مش عندكش اسئلة تانية خلاص. من الذي ارسلك الى هنا؟ تكلم ولا تكذب. يا عم هكذب ايه يا عم، كنا بنصور برنامج وفجأة لقينا. انت تكذب. ايه انت تكذب؟ اكذب؟ نعم تكذب. لا انا ما بكذبش. انت تكذب. تكلم. انتوا تافهين. قول انتوا تافهين. ماذا تقول؟ انتوا تافهين. ماذا تافهين دي؟ يعني احنا لحد فينا معاه سلاح، والرجاله بسم الله ما شاء الله اللي معاكم عمالين يتعافوا ومعانا حريم، بس انتوا ما تفهموش الكلام ده. من قال لك ان ليس معك سلاح؟ انا عارف. انا بقول لك ايه، فتشت الباخره وبها سلاح. ماشي شيل احمد، شيل احمد. ماشي اوكي. انت تركب مركب ولا تعرف ما عليه؟ لا ما اعرفش. كيف 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 تركب مركب وانت لا تعلم ماذا تحمل؟ عايز ايه؟ طيب قول لي اخلص. الى اي تنظيم تنتمي؟ تنظيم؟ نعم. لا مش تبع اي تنظيم. انت تكذب. عارف تبع اي تنظيم؟ تكلم وبأدب. عارف تبع انهي تنظيم؟ نعم تكلم. خير اجناد الارض. خلي حد يترجمها لك عشان مش هتفهمها. يرحل الى تل ابيب. ارحل الى تل ابيب؟ نعم. بتهمة ايه طيب؟ عندك ايه المشكلة اللي واجهتك يعني؟ يا كوف نسر يرحل تل ابيب. تل ابيب نو. معقول لما تقصر في الموضوع يا زيرة؟ بلاش تفاها بقى، بلاش تفاها. شو تفاها عشان هو ده أدفع واحد؟ زلوت يا رفيق. يلا يلا ايه الجو العسل ده؟ ايه يعني؟ يلا رسول الله اصحى عشان عندنا شغل. احمد رزق احمد رزق احمد احمد حماده يلعب حماده يلعب يا سيبك عند الحماده. ايه طب انت عيطت ليه؟ تأثرت تعبت عليا خطفينك. ما شاء الله بتصعب على كل الناس اللي بيجوا هنا بيصعبوا عليا بصراحه. وبعدين انا بحب اقعد افتكر حزن. بص بقى انا اول بصارة. ما لقيتها هي بتعيط طب اعمل ايه؟ يعني فاهم اعمل لها ايه؟ احنا عامله يعني هي فخ عشان الناس ما تأفرش، انك لو أفرت هتعور نفسك طبعا، فهي بتهدي الموضوع انت طبعا. بتستسلم عشان تنقذها هي فبتهدي انت شويه طبعا. يعني لازم اعمل كده. انا دي بقول لك اول ما عيطت قلت يا نهار اسود. اخبارك ايه؟ اخباري ايه بقى بعدين؟ دلوقتي اخباري مش ولا بد، لكن بعد شويه اقول لك اخباري. الساعتين ونص دول يعني بيحصل فيهم شويه حاجات انت ما بتاخدش بالك. ايه بقى؟ اللفه اللي عملها المركب والتوه اللي حصل. لا والطياره، الطياره انت ما شفتش الطياره نزلت ده مدلعينك عشان عارفين ان احمد هو اللي هنا. لا والله العظيم ما بينزلوش كده يعني، هما ما بينزلوش بالشكل ده، محتفين بيك جدا. والله العظيم. والله العظيم. لا دول نزلوا على مستوى غريب جدا. بص انا في لحظه شكيت ان في حاجه مش طبيعيه، عارف امتى؟ وانا نازل على السلم اتزحلقت. فحد منهم ورايا راح ماسكني فاهمني؟ بس بعديها بثواني نسي المصريين. انا نسيت اللي حصل. هو نسي المصريين. هو نسي المصريين.
كل سنة طيب يا حموده والله. سلام طيب يا فقش ورمضان كريم يا حبيبي. ما كنتش تكون انت موجود معانا يبقى ملوش طعم رمضان. حبيبي حبيبي يا فقش كلنا بنحييك وبنقول لك ربنا يكرمك ان انت استحملتنا. فقش وحييك حبيبي. بيقول لك عديها. لا عديتها والله عديتها طيب. عديتها وتمام. لا يا احمد لا يا حماده لا يا حماده نسيبه جامده. لا يا احمد حبيبي قول للناس كلمه بقى في رمضان. قول لهم كل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر حبيبي. انا ما بتعلمش الادب خلاص. رمضان عندي كده فينيتو وكده اوفر. استنونا على قناة الحياة برنامج جامد جدا جدا جدا. واقولي بس ربنا يوفق ولاد الديت. فقش في المعسكر غدا السابع مساء حصريا على الحياة. رمضان يقربنا. شلوم ورد بكل